بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتبه، إذا كنت تتقاضى أجر بالعملة الصعبة أو تمتلك العملة الصعبة وتقوم بالاحتفاظ بها، أيا كانت طبعا أيا كان الهدف، سواء كنت تتقاضى العملة الصعبة أو كنت تمتلك العملة الصعبة وتقوم بادخارها أو أي شيء تقوم به بالعملة الصعبة. طبعا شاهد هذا الفيديو لكي أشرح لك ما المقصود أو ماذا أقصد أو ماذا أعني أو على ماذا أنبه في هذا الفيديو بخصوص العملة الصعبة. طبعا هناك الكثير من الأشخاص الذين يحجون على العملة الصعبة، فمن طبعا فهناك الأشخاص الذين يقومون مثلا على سبيل المثال أنهم يقومون على بالعمل على الإنترنت، يمتلكون موقع أو مدونة أو قناة يوتيوب أو إلى غير ذلك، أو تسويق بالعمولة وإلى غير ذلك من الأمور التي طبعا يتمكنون من خلالها بجلب العملة الصعبة. هذا بالنسبة إلى هذه الفئة. هناك فئة أخرى كذلك، من يدرس مثلا في جامعة، هل في من يدرس في جامعة؟ إذا كنت مثلا تدرس في جامعة أو تدرس في جامعة، فإنك سوف تتحصل على هذه العملة الصعبة وتكون بحوزتك هذه العملة الصعبة، فالاحتفاظ بها لوقت طويل قد يضرك بهذا المفهوم. بمعنى هناك من يدرس ويتقاضى بالعملة الصعبة، أو هناك من يعمل إذا كنت مثلا إذا كنت تدرس أو تعمل لدى تعمل مثلا في أمريكا، فإنك تتقاضى أجرك أو معاشك أو إلى غير ذلك بالدولار. إذا كنت مثلا في أوروبا فسوف تتقاضى بالأورو أو اليورو. وإذا كنت مثلا تدرس أو تعمل في كندا فتتقاضى هذه الأموال بالدولار الكندي. هؤلاء بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتقاضون بالعملة الصعبة. بالإضافة إلى هناك بعض الأشخاص أو هناك بعض الأشخاص كبيرين في السن الذين كانوا في فرنسا أو إلى غير ذلك، أو فرنسا كندا أو غير ذلك، طبعا يتقاضون معاش بالعملة الصعبة أو باليورو. طبعا هؤلاء الأشخاص عند احتفاظهم بالعملة الصعبة لوقت طويل طبعا سوف يفقدون قيمة من هذه الأموال. بمعنى في الجزائر، طبعا في الجزائر كما تعلمون جميعا في الآونة الأخيرة انتشرت، وطبعا هناك تجهيزات وأمور فيما يتعلق بفتح مكاتب صرف. ماذا يعني فتح مكاتب صرف في الجزائر؟ في الجزائر سوف يفتحون مكاتب صرف كما هو الحال في الدول المجاورة كتونس على سبيل المثال. بمعنى أنت عندما تتقاضى عملة صعبة أو عندك عملة صعبة، أورو، دولار، جنيه استرليني وإلى غير ذلك، ين، يوان، طبعا عندما مثلا تتقاضى الأجر ماذا تفعل؟ فإنك تتوجه إلى السوق السوداء وتقوم ببيع هذه العملة وتتحصل على أموال، أو تتحصل أو أنك تقوم بادخارها. طبعا إذا كنت لا تحتاج، فإنك تقوم بادخارها طبعا 10، 20، 100، 200، 1000، 2000 إلى غير ذلك من الدولارات أو الأوروات أو الدولار الكندي أو الياباني أو اليوان الصيني وإلى غير ذلك. هنا في فتح مكاتب الصرف، طبعا مثلا على سبيل المثال عندما تفتح مكاتب الصرف سوف تصبح هذه النقود، أو عند بيعك لهذه النقود تصبح طبعا رخيصة الثمن في حدود 15,000 دينار أو 14,000 دينار أو 16,000 دينار وإلى غير ذلك من الأمور. فسوف تقوم الدولة بفتح مكاتب الصرف وتجبر هؤلاء، وسوف تقضي على السوق السوداء وتفتح مكاتب صرف طبعا نظامية ليس فيها لا تزوير ولا غير ذلك من الأمور. سوف تقوم بفتح هذه مكاتب الصرف وتعطيهم الاعتمادات، ومن ثم يصبح كل، وطبعا هذا الأمر لا نعلم نحن هل هو في القريب هل هو في البعيد، لا نعلم متى طبعا، ولكن من المرجح أنه قريب، لأنه لو تلاحظون وتشاهدون في المواقع الرسمية للجزائر أو المواقع الرسمية الإخبارية الجزائرية أو حتى في وسائل التواصل الاجتماعي ربما يكون هناك نشر على هذه الأمور، وطبعا وفي الأخبار هناك طبعا في معظم الأحيان وفي كثير من الأحيان
انهم يقومون بالكلام على هذا الامر وفتح مكاتب صرف. بمعنى، واذا كنت مثلا على سبيل المثال تريد، لنفترض انك تخزن الاموال الى غير ذلك، ومن ثم فتح مكاتب الصرف، ومن ثم فقط قيمه هذه النقود او العمله الصعبه. فلنفترض انك فقط عندك 100 يورو، عندك 100 يورو. هذه ال 100 يورو، نحن في 100 يورو سعرها اليوم في السوق السوداء طبعا من 21800 دينار جزائري إلى 21900 دينار جزائري طبعا على الأقل، وعد 21800 دينار جزائري عندما تقوم ببيعه طبعا. وهذا ناهيك عن طبعا التحايلات التي تحصل، الذين يقومون ببيع بأسعار زهيدة إلى غير ذلك من الأمور طبعا. ولننقص معناها سوف أتكلم قليلا بالدارجة. إذا كان عندك 100 أورو، 100 أورو راح تباع في السوق السوداء ب 280، وعندك كما يقول، نفترض أننا عند فتح مكاتب الصرف، كيف يفتح مكاتب الصرف تعرض العملة طبعا في حدود 5 مليون ونص، 1,600,000، 1,400,000، 1,450,000 في هذه الحدود طبعا. عندما كي نطرح زوج ملايين ومية وثمانين من 15% على سبيل المثال، تلقى 6,800 دينار جزائري، بمعنى 680,000. عندك في 100 أورو تخسر 680,000 ولا 650,000، خلينا نقول تخسر 600، خلينا نقول تخسر 500. نفترض أنك أنت عندك 1,000 أورو، 1,000 أورو وتخسر فيها 500، معناها 100 أورو تخسر فيها 500,000، معناها 1,000 أورو تخسر فيها 5 ملايين. وعلى هذا الأساس فإنني قمت بهذا الفيديو لأنبه الناس على هذه النقطة. بمعنى إذا عندك، ما عندك، أنت من هواة معناها اكتناز الأموال وغير ذلك، أو حفظ الأموال طبعا، لنقول حفظ وليس اكتناز، نقول حفظ الأموال، حفظ الأموال، فمن المستحسن، أنك تحفظ أو تحتفظ بأموال ماهيش بالكبيرة، ودير وكاين وتحط بعين اعتبارك أنه يأتي يوم ما ناش عارفين أنه مكتاش، وتفتح مكاتب الصرف وتنهار هذه القيمة الخيالية هذه للسوق السوداء. طبعا نحن طبعا في الجزائر عندنا طبعا هذه أسواق خيالية. فلو تلاحظ أنك مثلا أنت إذا جربت، ممكن كاين الناس ما تعرفش كما يقولوا مثلا هذه الأسواق، ما تعرفش هذه الأمور، ولكن جرب روح مثلا للبنك، روح مستز 100 أورو يعطوك 1,500,000، روح اشري 100 أورو من السوق رايحين يبيعوها لك زوج ملايين وميتين، زوج ملايين وميتين، شوف الفرق الشاسع بينها. وعليه طبعا اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات حول هذا الموضوع، من سمع عن مكاتب الصرف، وافيدونا بمعلوماتكم. وطبعا هذه طبعا عندما تكتبوا لنا في التعليقات، وعندما يكون هناك تفاعل طبعا يستفيد الجميع، بأنه هناك من يحتفظ بعشرات الآلاف من الأورو والدولار وهذه العملات، معناها وموش داير في حسبانه النهار اللي يجي ويقوم تقوم الدولة بفتح مكاتب صرف، وتروح كل هذه طبعا تسقط القيمة، لأنها هذه السوق السوداء طبعا زايدين قيمة كبيرة، والسوق السوداء طبعا حكايتها كبيرة وكبيرة جدا، كبيرة وكبيرة جدا، ومن الله نخوض فيها أصلا على السوق السوداء هذه. والحمد لله سبحانه وتعالى أن الدولة بدأت تنظر إلى هذا الأمر، لأنه مساكين مساكين والله كما يقولوا، معناها يكون معناها ياكلوا في عرق الناس إذا صح التعبير. بمعنى أنك عيب، بمعنى أن واحد مثلا يحوس يسافر، ولا يحوس يقضي أمر في الخارج، ولا يشري حاجة من الخارج، ولا أي شيء، ولا رايح لعمرة، ولا رايح الحج طبعا. معناها كما يقولوا، معناها كثير جدا، انه 100 اورو، واحد على 100 اورو يبيع لك بجوز ملايين و200، بجوز ملايين و200 وزيد. وهذا ال 100 اورو طبعا ما تكفيكش، مش هتكفيك بجوز ملايين و200، هذا ال 100 اورو ما اصلا مش هتكفيك، مش هتدير لك بجوز ملايين هذه.
وبالنسبة نحن في الجزائر معناها عندنا خطرة واحدة في العام أننا نهزو 100 أورو، 100 أورو في عام معناها اللي راح الحج يروح ب 100 أورو. هذه طبعا وعليه طبعا الدولة راهي تسعى في هذا الأمر وتسعى أنها توفر مكاتب الصرف. أرجو أن تستفيد الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.